الف اختك الف اختك. النهارده الجمعه ويلا بينا رايحين عند ستش الحبايب. ايه رايكم في الترنج الرياضي اللي انا لابسه ده والاوتفيت بتاع رابنزل؟ دلوقتي النهارده الجمعه، بس احنا رايحين فين بقى؟ رايحين للعروسه. يا اخي ما عنديش صوت من يوم الفرح. المهم رايحين للعروسه ليا نجا، عشان ده اسمه الاسبوع، عدى عليها اسبوع فاحنا رايحين لها الاسبوع. طب ايه العادات والتقاليد اللي بتعملوها؟ تعالى افرجكم بقى لما نروح عند امي. بص انا من ساعه الصباحيه ما رحتلهاش، ما حدش يقعد يقول لي يا نجا انت كل يوم عند العروسه مزعقنه يا اختي، هي اللي بتتصل بيا تقعد تقول لي تعالي. وانا رايحه بقى واخده لها ايه من عندي، هبقى اوري لكم في شقتها واخده لها ايه. كل واحده مننا بتجيب لها شويه حاجات يعني زي الصباحيه كده بالظبط، فانا هوريكم بقى هناك. احلى حاجه في الدنيا تنزلي تلاقي المرسيدس مستنياك. هل ولاد اختي؟ اختي يا جدعان اللي جاي ياخدني وابن اختي الثاني، دول اخوات العريس. السلام عليكم. يلا بينا بقى على العروسه، وهروح عند امي الاول ناخدها معانا. بنحمل التروسيكل ده يا جدعان، بنحمل العيله كلها ويلا بينا على العروسه. لا هم قالوا لي نستناك يا اختي. ده يا جماعه اخو العريس مش اخو العروسه، عشان الناس اللي كانت بتكرش عليه. بصوا يا جدعان اخواتي كلهم على المرسيدس دي. ام العروسه تعالي، ام العريس بيقولوا لي، بيقولوا لي ام العريس حسنا مش موافقه على الجوازه. انت ايه رايك؟ لا 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 انا كنت موافقه. ده هي اصلا سبب الجوازه دي، هي اللي كانت عماله. بس للاسف هي بنتي برضه. يعني دي خالتها يعني. اصلا ودي ام العروسه. انت رايحه تعملي ايه بقى النهارده؟ دي الصباحيه يا حبيبتي. مش الصباحيه بقى، السبوع صح؟ النوع بتاع الصباحيه. احنا من يوم الصباحيه بنات ما حدش راح، كلنا هناك يا امي هناك. ايه تعالوا ناخدهم. يلا مكرونه بشاميل. انا بقى جايبه للعروسه مكرونه وفراخ وايه ورز وسكر، شويه حاجات كده بوريها لكم. اخو العريس اهو، اخو الناس بتكرش عليه. انا طبعا سعوديه. هي سعوديه. هو ابن اختي يبغى يتزوج سعوديه. على فكره السعوديين ما بيتجوزوش غير من بلدهم للاسف. سعودي يا هلا. خلتي العروسه ايه؟ احنا بنات ست بنات كلنا جايبين عيالنا رايحين. كل الناس بقى تقول هي الشقه هتكفيكوا. ايوه يا اختي هتكفينا. صلي على النبي.